جينا اليوم باش نعقبوا امتحان تجريبي باش ناخذوا فكره على يعني كيفاش يصير الباك تاع الصح باش زعما نتخلصوا من هذاك الخوف اللي قادر يجينا في هذاك اليوم. داروا لنا فرصه مليحه انهم الطلبه تاع المدرسه العليا الاساتذه نظموا هذا الحدث، بواسطه هذا الحدث نقدروا ان نوجدوا رواحنا للاختبار الحقيقي تاع شهادة البكالوريا. البكالوريا التجريبية التي تنظمها المدرسة العليا للأساتذة بورقلا لفائدة المترشحين المقبلين على شهادة البكالوريا. هذا النشاط الذي يستمر يومين هما يوم 28 و 29 أبريل يهدف أساسا إلى تحضير التلاميذ إلى الامتحان الرسمي للبكالوريا بالنظر إلى أنه يحاكي الامتحان الرسمي من حيث التنظيم، من حيث التأطير، من حيث المواضيع، مواضيع الامتحانات، من حيث كل الإجراءات المرتبطة بامتحان البكالوريا الرسمي. كل التخصصات وشعب البكالوريا معنية بهذه النسخة، حيث سجلنا 305 مترشح في مختلف شعب البكالوريا.